السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم. حسبي الله ونعم الوكيل، لها فوائد ولها أسرار كبيرة قوي وكتيرة قوي ومهمة قوي، محتاجين ان احنا نتعرف عليها. هقولها لكم بعد ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، انك تلجأ الى الله سبحانه وتعالى، انك تفوض امرك لله سبحانه وتعالى، انك تقول يا رب انا وكلتك امري، يا رب لجأت اليك، يا رب فوضت امري اليك، يا رب سلمت نفسي اليك. بتوكله سبحانه وتعالى في كل امورك وفي حياتك، في الصباح، في المساء، في السفر، في الحضر، في وقت الرخاء، في وقت الشدة، في اي وقت بتلجأ لربنا سبحانه. أول سر وأول فائدة من فوائد حسبي الله ونعم الوكيل أن الله سبحانه وتعالى يدفع بها الأذى والضرر عنك، وليست قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ببعيدة عنا. سيدنا إبراهيم ألقاه قومه في النار، في حاجة أكتر من كده؟ استعدوا والمنجنيق وأشعلوا النيران وخلاص حيرموا فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. وعلى الرغم من ذلك، لما لجأ إبراهيم عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى قائلا حسبي الله ونعم الوكيل، الله عز وجل دفع عنه الأذى والضرر ولم تصبه النار بأي أذى. الله سبحانه وتعالى أمر النار فقال قلنا يا نار كوني بردا، مش برد وبس، يعني مش ان هي تتقلب للضد، مش ان هي حريق واشتعال ونيران والتهاب، لا، اتقلبت للضد. قلنا يا نار كوني بردا، وعلشان البرد بتاعها ما يأذيهوش قال وسلاما على إبراهيم. الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى فعل هذه المعجزة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل معك الكرامة والبركة والدفع كما فعل مع نبي الله إبراهيم عليه السلام. بدي أول فايدة دفع الأذى والضرر. الفايدة الثانية أن ربنا سبحانه وتعالى يوقع الهلع والخوف في نفوس من ظلمك. إحنا في حياتنا الدنيوية لما واحد يحاسب على فلان ويوصل له ان فلان حاسب عليك فيخاف ويروح له ويترجاه ويترضاه ويقول له طب معلش طب حقك علي، ويبوس راسه عشان ايه؟ عشان خايف من نتيجة واثر حسبي الله ونعم الوكيل. فاكرين في غزوة حمراء الاسد اللي هي كانت في شهر شوال، اللي هي كانت تاني يوم على طول ما رجعوا من غزوة احد، يحكي القرآن الكريم في سورة آل عمران بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه النتيجة؟ على الرغم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عسكروا في حمراء الأسد لمدة 3 أيام، لكن المشركين اللي كانوا هيقتلوا بقيادة أبي سفيان ما تحركوش، يعني تنحوا عن المعركة أو أثنوا أنفسهم ان احنا خلاص مش هينفع نقاتل محمد. الخوف والهلع وانه الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام الحسبنا الله ونعم الوكيل، فجاءت النتيجة الفورية فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قرأت حاجة غريبة قوي، ان كان سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان لابس خاتم، والخاتم بتاعه كان كاتب عليه حسبي الله ونعم الوكيل، فبيسألوه بيقول لهم ان ربنا قال بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فانا عملت الخاتم وطبعت عليه او ختمت عليه او حفرت عليه حسبي الله ونعم الوكيل بالنية دي، ان ربنا ينعم علي وان ربنا يحفظني. دي الفايدة التانية. الفايدة التالتة ان ربنا يحبك ويكرمك لانك بتلجأ اليه سبحانه وتعالى، لانك بتدعيه سبحانه وتعالى،
والله عز وجل يحب من يدعوه ويلجأ إليه. ليس شيء أكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء. اللي جاي أحسن بقى، الفايدة الرابعة، إن ربنا سبحانه وتعالى يكفيك ما أهمك من أمر الدنيا وأمر الآخرة. إزاي ده؟ اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وصححه الشيخ الأرناؤوط رحمة الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، اللي يقول ده 7 مرات الصبح 7 مرات في المساء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. خلاص تنعشها من أي حاجة طالما أنت قلت حسبي الله. وبعدين قولها وانت بتدعي ربنا، قولها وانت خارج من البيت، قولها وانت في البيت، قولها في الصباح، قولها في المساء. وكل ربنا سبحانه وتعالى في حياتك وفي شؤونك وفي دنياك وفي أمر آخرتك وفي حلك وفي ترحالك وفي سفرك وفي حضرك. قل أو قل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.